بكل صراحة كان في عهد وزير الثقافة فاروق حسني، وكان جازر أسوان ومعه الدكتور نوارة، محمود نوارة، وكلمتنا المحافظة بأنه عايزين يزور البيت عشان يشوفوا هل يصلح كمتحف من عدمه. البيت اتبنى بناء العقاد رحمة الله عليه سنة 1948، وخلص من بنائه سنة 51. البيت مبني على بيت العائلات الكبيرة، يعني الصالون 9 متر في 5 متر، أوضة صفرة كذلك، أقل أوضة 5 في 5، وعلى هذا على ارتفاع 3 أدوار. فجاء قابلت معاهم وجو فرجوا البيت أستاذ الدكتور فرج نوارة ومعاه كاميرا، وصور مداخل البيت ومخارجه وكل غرفة فيه. حتى رحنا قابلنا سيادة الوزير فاروق حسني في كاتراكت، فقال له البيت تحفة، يعني حتى مش هيكلف الوزارة ترميمات كتيرة، وفي قدامه فسحة كبيرة تنفع كباركن للسيارات، والبيت يعني جاهز لأنه يبقى متحف. فقال لي خلاص، فهل انتوا عايزين كام؟ نفس اللفظ. قلت له والله العقاد ما يقدرش بمال، انتوا اللي تقدروا به احنا هنوافق، بس بعدين سيادتك انا بطلب المحافظ، احنا ساكنين في البيت لازم يعوضنا بسكن بنفس المساحه اللي واخدين، يعني كل واحد فينا ساكن في شقه 220 متر، ما يدينيش شقه اوضتين وصاله، مش عارف يعني اقل من المساحه دي ما فيش مشكله، يعني ما يدينيش شقه او دور اذا كان العمارات تحت المحافظه الشقه اوضتين وصاله، يديني دور بشقتين باربع اوض وصالتين، انا ممكن في الساعه دي نقبل احنا والورثه اللي ساكنين في البيت. قال دي حل كويس. قلت له ماشي ما عنديش مانع. قال له خلاص سافر مصر زي ما بيقول الصعيد على وش الضيف. كان السيدة موزة بزيارة لأسوان، فطلبني الأمن أن أقابلها. لغاية ما ذهبت إليها للأسف لم أستطع مقابلتها، لأن كان غادرة أسوان ورحت أبو سمبل. فقلت لهم خلاص أنا جيت، أنتم بلغوها بقى بطريقتكم الخاصة، هنا لقيت على انتم مديني على اخر موعد. لغايه ما نزلت ورحت لها كان الجار طلع بالعربيه راحت المطار عشان راح ابو سمبل. وفجاه بعد 15 يوم 20 يوم يجي واحد من قطر مندوب، ما برضه معاه كاميرا، ورحبنا به وراح صور قصة الثقافة اللي كان فيه متحف العقاد اللي هو فيه اوضه النوم وجزء من الصالون والمكتب بتاعه وبعض مقتنياته وبعض كتبه اللي كان مطلع بها في اسوان مراجع يعني. ف دخلت البيت رحبت بيه وكرمته وديته ضيافته، وشاف البيت وقال لي فعلا ممتاز، وكلم قطر وانا عندي في البيت فبلغهم يقول لهم يعني البيت ممتاز ومبني بالخرسانات واوضه كبيره ويصلح لاي متحف وندواته كله. فقلت طيب هم عاوزين ايه؟ طلباتهم ايه؟ قلت له انا لك بلغهم وانا اللي بشكرهم على هذا الشعور، وانا لا استطيع ان افتي في هذا الا بعد الرجوع لدولتي دوله جمهوريه مصر العربيه، لان هذا المنزل في مصر عشان ابيعه لاي واحد ثاني لا استطيع الا موافقه مصر وزاره الثقافه. قال له احنا ما عندناش مانع، احنا نقدر نجيب الموافقه دي. قلت له برضه انا ما عنديش مانع. طب انتوا عايزين كام؟ نفس الكلمه اللي قلتها لفاروق حسني، قلت له العقاد احنا ما نقدرش نقدر، انتوا تقدروا العقاد. انا لا استطيع ان اقدر المال بمال الدوله بمال الدنيا كلها. لا اقدر العقاد. فانتوا تقدروا هذا الصرح ده واللي هيبقى في اسوان وعلى في جمهوريه مصر العربيه. سافر وبرضه ولا لا حس ولا خبر. كلموني بعد السمسره. احنا خلصت لك الموضوع. قلت له انا مش عايز الموضوع يخلص. انا لو ما جاش الموضوع بطريقه قانونيه وسليمه المحافظه توافق، وزاره الثقافه توافق، رئيس الجمهوريه يوافق. لان سبق قبل كده بعد ما توفى العقاد دوله الكويت عرضت على والدي تشتري مكتبه العقاد ب 10 ملايين جنيه استرليني وقتها. 65 في السنين الزادية. لما سمع الرئيس جمال عبد الناصر
رفض هذا العرض وقال مكتبة العقاد للمصريين ولا تباع، وراح أصدر قراره بأن المكتبة تنقل إلى الهيئة العامة للكتاب، وجاء قدرها في وقتها ودفع فلوس الورث قيمة المكتبة، والمكتبة حاليا موجودة كلها مراجع العقاد كلها اللي كان في عبارة عن شقتين 8 أوض وصلتين وأربع بلكونات كلها دائما دول كتب موجودة في الهيئة العامة للكتاب على الكورنيش النيل حتى النهاردة، هي وطه حسين وتوفيق الحكيم وقوت القلوب في صلاة كبيرة.